القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. هذا وقد رصدت كاميرا تلفزيون الدنيا ردود فعل عدد من المواطنين السوريين عقب كلمة الرئيس الأسد مباشرة. لامس متطلباتهم وحاكى همومهم، فكانت الشفافية والوضوح والمباشرة لغة اتسم بها خطاب الرئيس بشار الأسد. هكذا ترجم السوريون الكلمة التي وضعت البلد وأبناءه على أعتاب مرحلة مفصلية تؤسس لبناء الوطن من جديد. كان واضح كثير ومفهوم لكل شخص بيفهم وبيقدر معنى كلمة حرية. نحن كل الشعب السوري بنحب الإصلاح وبنهدف له شيء، أكيد الإصلاح ببلدنا شيء ظريف وبيطور هالبلد وبيحدثه، بس يلي بيفهم معنى كلمة حرية مو معنى التخريب، يميز بين الحرية وبين التخريب. خطاب كان كافي وخطاب شامل وخطاب عام، يعني خطاب عام وتناول فيه كل مثل ما ذكرنا، تناول فيه القضايا كاملة. بيقول سوريا بخير، انسان بده مصلحة هالشعب، بده مصلحة هالبلد. اصلا صدورنا مثل ما بيقولوا السيد الرئيس، نحن انتبهنا من خلال خطاب اللي حكاه قبل بمجلس الشعب، ومن خلال خطاب هذا انه وعد برزمة من الاصلاحات، الاصلاحات تنفذت، وفي كمان اصلاحات السيد الرئيس بدون ما يعلن عنها تنفذت. هذا الكلام بيثبت انه السيد الرئيس رجل فعل مو بس رجل قول. نحن حضرنا الخطاب كلياته وانبسطنا وروقنا بهالشيء هذا كلياته، يعني إصلاح تام. هو أسس لمستقبل وتحدث عن الأجيال القادمة. هلا صار الوقت اللي نحن لازم نوقف معهم، نحن قول وفعل. ونحن مرة ثانية بشكر السيد الرئيس على الخطاب اللي ريحنا فيه. السوريون وجدوا في الخطاب انعكاسا صريحا لتوجه القيادة نحو الإصلاح، ما جعلهم ومنذ أن بدأ تطبيق الإصلاحات يميزون بين إرادة الإصلاح وإرادة التخريب الذي بات منفذوه أخطبوطا له أذرعه في الداخل والخارج. لا جديد، المستعمر حقه يطمع لأنه بلادنا جميلة وخيرة، فيها جمال، فيها موارد، هذا حقه الشرعي. ونحن حقنا وواجبنا أولا أن نحمي هذه البلاد، أن نحصنها، وسوريا فعلا هي حصن وهي قلعة وقوية. لنقول الأم اللي ربتني هي اللي بتضمني، وهي سوريا وليست دول مجاورة أو أجندات خارجية. نحن مستهدفين من أقرب الناس إلنا، حتى من دول عربية، من زعماء عرب مستهدفين، لأنه شلون سوريا بدها تتطور. لا تردي على هدول الدول اللي عم يحكوا، هدول كلهم كذابين، الجزيرة وغيرها كلهم كذابين. ليش نحن ما عم نشوف بعيننا شو عم يصير؟ بلدنا الحمد لله بألف خير وما فيها شيء. هلا بالنسبة لنهار الجمعة اللي هن عم بيستغلوه كنهار جمعة، أنا برأيي هاي الجمعة كلها جمعة سوريا، أبناء سوريا شرفاء، كلها لإلنا هاي، مو لإلهم. حتى إذا أخذوا نهار أو ساعة أو 100 واحد دفعوا له المصاري، نحن بشرفنا ودمنا بنسقي هالبلد، أنا هيك برأيي. ولا يفكروا أبداً إنه يخوفونا لا بأسلحتهم ولا بشيء. أبناء الوطن اليوم أمام واقع جديد تتحقق فيه آمالهم وتطلعاتهم، رافضين أي جعجعة تحاول إفراغ الخطاب من غايته النبيلة أو الادعاء بأنه مصلحة فردية لا تجسد مصلحة المواطنين جميعا. ما حكى شيء عن حاله بالخطاب لحتى نقول عن مصلحته الشخصية، حكى شو اللي صار وشو اللي ممكن يصير وشو الطرق اللي بده يصير فيها. يعني أكيد الحوار الوطني ما رح يصير على مع ناس واحد قاعد بلندن، واحد قاعد بنيويورك، واحد قاعد بواشنطن، واحد اكيد هذا مو اسمه حوار وطني. اكيد مو واحد قاعد عم يسب علينا على بعد الاف الكيلومترات رح نقدر نحكي معه حوار وطني. عايش كرمال هالوطن وعم يقضي وقته كله في سبيل خدمة هالوطن، مو معقول مشان خدمته الشخصية. هذا كلام منافي، يعني منافي للحقيقة نهائيا. يعني لاجل السوريين ولاجلهم فقط تسير البلاد نحو المستقبل الواعد، ولانهم ابناء للام الوفية سوريا يتعهدون بالمضي قدما يدا بيد لنهضة البلد ورفعته. بالتقدير الكبير يبادل أبناء البلد خطاب السيد الرئيس بشار الأسد، ولم يبقى في نظرهم إلا أن تنفض سوريا غبار هذه الأزمة وتنطلق نحو مستقبلها الواعد. إلين دحدل، تلفزيون الدنيا، دمشق.
هذا وقد نقل مراسلو تلفزيون الدنيا في حمص وعقب الكلمة مباشرة مشاهد خروج عفوي جماعي للسوريين في أكثر من حي في المدينة، أكدوا فيه على تأييدهم لمسيرة الإصلاح ووقوفهم صفا واحدا في وجه المؤامرة. بعد خطاب الرئيس الأسد يوم أمس مباشرة، رفع السوريون في منطقة النبك بريف دمشق العلم العربي السوري عند مدخل مدينتهم تأكيدا على ولائهم للوطن ووقوفهم صفا واحدا في وجه المؤامرة وتأييدا لمسيرة الإصلاح الشامل. رأيتك بالعالي يا سوريا عطول الزمان يا سوريا. عش هكذا في علو أيها العلم، فأننا بك بعد الله نعتصم، لأن العلم هو رمز للهوية، وارتفاعه هو ارتفاع لكرامة كل مواطن سوري. رفع أهالي منطقة النبك في ريف دمشق العلم العربي السوري عند المدخل الرئيسي للبلدة تعبيرا عن حبهم وفخرهم ببلدهم وبمسيرة الإصلاح الشاملة، وخاصة بعد الخطاب الأخير للرئيس الأسد الذي أثلج صدورهم وطمأن قلوبهم. قررنا اليوم نسوي احتفال بمناسبة كلمة مع السيد الرئيس، كون توقيته مع كلمة السيد الرئيس في رفع العلم شعار سوريا الحبيبة. احتفلنا اليوم كي يرفع هذا العلم، كي نقول كلنا تحت راية هذا العلم وكلنا تحت هذه الشمس التي نستنير بضوئها التي هي سوريا، وكلنا إن شاء الله نسير إلى الحق. أتينا من دمشق أنا ومجموعة من الأصدقاء لنشارككم هذه الفرحة بمناسبة رفع العلم الذي هو يرمز لشموخ وإباء وكبرياء جيشنا وأمتنا وقائدنا وشعبنا العربي الأبي السوري المناضل. جينا اليوم نرفع علم سوريا اللي طول عمره بضل مرفوع غصب عن كل المسيئين. نحن جينا لنرفع العلم السوري يلي فيها كل الألوان وفيها كل تشمل كل القطر العربي السوري. نحن إيد واحدة، تركمان، سوري، كل المواطنين. طبعا نحن ضد المؤامرة وضد التدخل الأجنبي، نحن إيد واحدة. نحن نعطي دائما جداول زمنية تتناسب مع القرارات، لأنه القرار الذي يطبخ على نار هادئة دائما ينجح، والقرار اللي يتخذ في سرعة وعجالة يكون مصيره الفشل والندم. نعم لمسيرة الإصلاح. نحن ما نسمح للثعالب يدخلوا يعبثوا في سوريا، لأنها بلد أسود، وين بدهم يروحوا؟ بفدي بروحي لو كل الناس وقفت ضده، ونحبه كتير كتير وما بدي تخرب سوريا. العلم هو الرمز الذي يدل على الهوية وعلى الماضي العريق، والعلم السوري هو علم مليء بالأمجاد والانتصارات، فهو الحاضر والماضي والمستقبل. ها هم أهالي النبك يرفعون العلم السوري ليبقى شامخا عاليا، ويقولون ويؤكدون بأن للإصلاح طريق واحد يقوده السيد الرئيس بشار الأسد. أحمد شبيب، تلفزيون الدنيا، ريف دمشق، النبك. في القامشلي في محافظة الحسكة رصد مراسل تلفزيون الدنيا ردود أفعال المواطنين على خطاب الرئيس الأسد يوم أمس بمجرد انتهائه. بعد انتهاء خطاب الرئيس بشار الأسد مباشرة، تجمع المئات من الشباب والفتيات في مدينة القامشلي في الجزيرة السورية، وذلك تأييدا لما جاء في الخطاب
معتبرين أنه وضع النقاط على الحروف من خلال تقديمه تحليلا دقيقا للأحداث التي تشهدها سوريا وأعطائه تصورا وطنيا للتعامل معها. بمناسبة خطاب السيد الرئيس ووجه كلامنا كله للعالم كله وقل له نسعى بلدنا بخير وأمان وسعدنا للمغترب أكثر شيء أهلنا المغتربين ونقول لهم بلدنا بألف خير ونحن تواعدنا بجهودنا كل التالة حتى نحني هالبلد. نحن هون شعب القامشي بشكل عام يعني شعب سوريا كله فداء الوطن بالبداية فداء لقائد بشار الأسد. طلعنا اليوم لنعبر عن حبنا ولائنا لقائد المسيرة بشار الأسد. أبو حفيظ أبو حفيظ أبو حفيظ أبو حفيظ. أهالي القامشلي ثمنوا الخطاب الذي ركز على المرحلة القادمة التي سيكون عنوانها الحوار الوطني لرسم صورة سوريا المستقبل، مؤكدين إعجابهم بشموليته. هاي جماهير القامشلي العفوية اللي طلعت بعد خطاب السيد الرئيس لتعبر عن محبتها وعن تفاهمها وعن شمولية الخطاب اللي كانت موجودة واللي ريحت العالم اللي حطت الحلول للأزمة والتطلع للمستقبل. ارفعي راسك سوريا ولا يحسبوك ذليلة بقيادة الدكتور بشار الأسد احتمي هوية. شباب وفتيات القامشلي وبالإضافة لإعلانهم عن آرائهم بشفافية فإنهم هتفوا للوحدة الوطنية كونها مصدر اعتزازهم وحي الجيش لأنه السياج الذي يحافظ على هذه الوحدة. كميل سهدو لأخبار تلفزيون الدنيا القامشلي. وفي طرطوس وعرفانا بمسيرة القائد الخالد حافظ الأسد ووقوفا في وجه المؤامرة فعاليات شعبية متواصلة عنوانها سوريا ستنتصر. بصدق المشاعر والأحاسيس والاعتراف بالجميل انطلقنا وتسلحنا بالمحبة، تجمعنا وبشكل عفوي أمام النصب التذكاري للقائد الخالد حافظ الأسد عند مدخل طرطوس. بنوصل رسالة انه نحن بضل بعيوننا وبقلوبنا وما حدا بيشيله ابدا ابدا، ما حدا قادر يشيله من قلوبنا. عمر سوريا ووصلنا لهون هو وابنه. نقول لهم للمخربين سوريا ما بدي يطلع لكم محل، يروح يخربوا عند سعد الحريري عند اوباما عند اسرائيل. نحن طبعا فينا نعتبر حالنا نتاج الفكر العروبي والقومي اللي رضعناه بعهد هذا الرئيس الخالد واللي نحن اليوم عم نكفي مسيرة هذا العهد. هنا في طرطوس بالأزهار زين النصب، كيف لا وهو باني سوريا الرقم الصعب عند احتساب معادلات النضال والصمود والعزة والكرامة. واحد 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 الشعب السوري واحد، واحد 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 الشعب السوري واحد. هنا يقول السوريون معادلة وجودنا هي تلاحم الشعب والجيش، وهي التي كانت ولا تزال أساس تكوين الدولة السورية التي تتحدى كل المؤامرات. وفي محافظة الحسكة أيضا خيمة وفاء للوطن من فلاحي منطقة اليعربية. أعلام سورية لافتة تعبر عن التمسك بالأرض والوطن وحماة الديار، التعبير عن الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوقوف صفا واحدا وقلبا واحد. هذه كانت عناصر خيمة الوفاء للوطن التي أقامها فلاحو قرية البوثة، وكانت دعوتهم فيها موجهة لكل أطياف المجتمع الفلاحي في منطقة اليعربية التابعة لمحافظة الحسكة. هذه الخيمة تعبر عن اللحمة الوطنية، تصور أنه هالخيمة هذه أتاها من كل الطوائف، من الطوائف الكردية ومن الطوائف اليزيدية ومن الطوائف من كل فئات الشعوب، والحمد لله حنا بلحمة وطنية، حنا بلحمة وطنية متكاتفة متكاتفة ايش كثر ما تقول. دعانا إلى الله أولا ابتهالا إلى الله أنه يطفي الشرارة على سوريا ويحمي سوريا وينصر سوريا، وإن شاء الله منصورة سوريا بجيشها وقائدها وشعبها. هاي لحمة وطنية وحنا نتمنى إن شاء الله من الله إنه ينور هالبلد إن شاء الله بالصالحين والمؤمنين بالله إن شاء الله، ونطلب من الله إنه يوفق الجيش والشعب والقائد. فلاحي الحسكة كما ترى أتوا بهذا التجمع العفوي، لبينا دعوة الأخ أحمد، أتينا لنعبر عن وقفتنا خلف قائدنا وخلف قيادتنا، وإن شاء الله ستعدي الأزمة وستمر
بخير وسترون. هذه الخيمة الوطنية التي إن شاء الله إن عبرت عن شيء إنما تعبر عن تكاتف هؤلاء المواطنون، هؤلاء الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب، جاءوا ليعلنوا تكاتفهم، رسالتهم التي أرادوا أن يوصلوها إلى جميع إخوتهم الفلاحين السوريين، أن يكونوا يدا واحدة في العمل الدؤوب في أرضهم وفاء وتقديرا لسوريا.